راوند اب. صباح الخير، مرحبا بكل السادة المستمعين في فقرة راوند اب اللي نبدأها بالشأن الانتخابي وبتصريح للناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري اللي أكد الموقع تونس الرقمية أنه الجدل المتعلق بمسألة الامتيازات لأعضاء مجلس الجهات والأقاليم هي من مهام السلطة التنفيذية إذ أنها لا تمنح إلا بأمر من السلطة التنفيذية. وقال المنصري أنه الهيئة ستنتظر صدور أوامر لتحديد هذه الامتيازات، وأشار إلى أن التمشي وضح أنه لن يكون هناك تفرغ وستكون هناك منحة حضور. مسائل المتعلقة بالامتيازات خاصة راهي مسائل من مهام ومن اختصاص السلطة التنفيذية في تحديد هذه الامتيازات، لأن الامتيازات لا تمنح إلا بأمر من السلطة التنفيذية. ننتظر صدور أوامر في تحديد هذه الامتيازات خاصة، ولكن التمشي وكونه مش يكون ثم تفرغ، والتمشي كذلك باش يكون هناك ما يسمى بمنحة الحضور. ننتظر صدور أوامر في هذا المعنى. ثم نحب نأكد عليه وكونه راهي مجلة الجماعات المحلية راهي مازال سارية المفعول، هي التي تنطبق مناش في فراغ تشريعي فيما لا يتعارض مع النصوص القانونية، يعني أصبحت منتخبة هذه المجالس، المصالح واضحة، المهام متاعها موجودة، وهي مجالات تنموية اقتصادية بحتة على ضوء مجلة الجماعات المحلية. فانتظار أكيد وأن يكون هناك قانون أساسي إجرائي ينظم العلاقة ما بين هذه المجالس. في موضوع آخر، تم أمس عقد جلسة عامة برلمانية لتنقيح مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وفي السياق هذا شدد وزير الداخلية كمال الفقيه خلال حضوره تحت قبة البرلمان أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود فيما يتعلق بتنفيذ هذين القانونين الأساسيين من خلال اعتماد أحدث التقنيات، وذلك استجابة لحاجيات المواطن التونسي ولتيسير قضاء شؤونه. ستعمل الوزارة على بذل أقصى الجهود من أجل توفير متطلبات تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة في إطار مقاربة شاملة تضمن الموازنة بين اعتماد أحدث التقنيات في مجال وثائق الهوية والسفر استجابة لحاجيات المواطن وتيسير قضاء شؤونه والتقيد بالمعايير الدولية والدستورية والتشريع النافع. المعلومات الخصوصية والمعطيات الشخصية هذه نحن اليوم مؤتمنين على كل المعطيات الشخصية والمعلومات الخاصة بالأشخاص، وهي محفوظة لدينا ولا يطلع عليها إلا الأشخاص أنفسهم بطلب منهم. في طبيعة الحال هي المعطيات الشخصية هي مدرجة في سجل الحالة المدنية، وخبيوا فيها على شكون؟ خبيوا فيها على العالم، العالم ما حسوش بها. من جهته، أكد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي جداس في مداخلة لي في برنامج هنا تونس على ديوان فام أن المخاوف الأساسية المتعلقة بمشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات السفر ووثائق السفر تتمثل في مسألة التخزين وما تطرحه من إشكاليات متعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين. التخوف هو أنه تخزين هذه المعطيات، المشروع كما نتاع بطاقة التعريف ولا مشروع القانون المنقح لقانون نتاع جواز السفر يتحدثوا على الوثائق لكن ما يتحدثوش على قاعدة البيانات. ما تنجمش تعمل باسبور ولا تعمل بطاقة تعريف إلا ما تخزن المعطيات في منظومات معلوماتية. هالمنظومات المعلوماتية هذه عمل لهم فصيل اثنين في وسط القانون باش نعرفوهم شنو باش تحط فيهم، قداش الوقت باش تستعملهم، كون اللي يولجلهم المعطيات هذه اتسترا. هذا مش موجود، يعني هو فسخ كومبليتمون لكل ما هو متعلق بالتصرف في هذه المعطيات. هو الخطير، الإشكالية الكل المطروحة هي فيما يخص المعطيات البيومترية، الصورة المرقمة والبصمات المرقمة هذوما هما اللي يخوفوا. مناش نخافوا؟ شو فاش نجموا يستعملوها مثلا؟ تتسرق هالمعطيات، تتسرق هذه المعطيات. إذا تولي عندي قاعدة بيانات عامة لهذه في هذه المعطيات للمواطنين الكل، هذه تولي وسيلة يمكن أن تستعمل في حاجات أخرى دون غايتها الأصلية. نمشيو لملفاتنا الاقتصادية ونحكيو على تحسن نسبة الادخار في تونس لكنها لم تبلغ بعد مستويات السنوات الماضية، حيث قدرت سنة 2023 بأكثر من 5 مليار دينار. وفق المحلل المالي بسام النيفر وبين أن الادخار الطويل بلغ مستويات 1277 مليون دينار، أما الادخار البريدي فأنه لأول مرة يتجاوز حجم 30 مليار دينار. تحسن الادخار من ناحية الحجم قديش الادخار، أما راهو بالنسبة للنسب ديما ثم تحسن، لكن ما زلنا باقي بعاد على المستويات اللي كنا فيها قبل. ونحب نذكر قبل كان نسبة الادخار الوطني تتجاوز حتى 20%، اليوم النسبة هذه قاعدة تتحسن. الحقيقة المبالغ محترمة، معناتها هوني نحكيو على أكثر من 5 مليار دينار.
وين موجودين 5 مليار دينار هذوما. اول حاجه نقول لك ان كونت بلوكي معناها فلوس بلوكي، هذوك تطوروا ما قيمته 1277 مليون دينار. الادخار العادي اللي يعطيك 7% خام تحسنت ب 2977 مليون دينار. وفما زاد حاجه اخرى ما ننساهاش اللي هي الادخار البريد اللي لاول مره يتجاوز الحجم نتاعو 9 مليار دينار. اقتصاديا دائما، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي لطفي بن عيسى خلال مشاركته في ندوة نظمها المرصد التونسي للاقتصاد أمس تحت عنوان مالية عمومية في خدمة الدولة، اعتبر أنه ورغم عدم التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي إلا أن الدولة كرست شروط الصندوق. المفروض اليوم يكون عندك خطاب قوي نعوله على ذاته، لكن نقاوه في الميزانية اللي غير مسبوقة في متعلق بالحاجات التمويل الخارجي ويعني كذلك المديونية. الصندوق النقد الدولي اللي هو الغائب الحاضر هو غائب لأنه لم ننص على يعني مفاوضات معاه، ولكن في نفس الوقت ننكر رسول الشروط نتاعه، نقلص من كتلة الأجور بنقطة، نقلص من تاني عزز الميزانية بنقطة، وهذا في إطار يعني السياسة التقشفية اللي على حساب التنمية. الحلول السهلة كان في متنية نعز على جمع في متنية الجباش نعمله في عوض أن نواجه في متنية المتهربين من الجباية، نعطيهم يعني هدايا. أنت عندك 4 سنين ما خلصتش يجيها وعفو الجباية، وهذا على حساب المواطنين الحقيقيين اللي هما يقوموا في متنية بوجب. في موضوع آخر، عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا يتراجع ب 65% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويحتل التونسيون المرتبة الثالثة في عدد الواصلين وفق تصريح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر خلال حظوره في برنامج إيكوماغ، وبين أن التراجع هذا يعود إلى الإجراءات الأمنية اللي اتخذتها السلطات التونسية. تراجع بأكثر من 65% مقارنة بنفس السنة الفترة من السنة الفاتة. الجنسية التونسية جيل الجنسية الثالثة في عدد الواصلين إلى إيطاليا، ثم انخفاض تقريبا بنسبة 42% مقارنة بالسنة الماضية. طبيعة هي الأسباب عديدة، أسباب عديدة ومتعددة، لكن نجم نلخصها في السبب الأساسي وهو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية خاصة في عملية انطلاقها من السواحل التونسية، واللي خلى نسب الانطلاق تنخفض. نعرف أنه تقريبا السنة الفاتة أكثر من 65% من اللي وصلوا إلى إيطاليا حسب وزارة التخرير الإيطالية انطلقوا من السواحل التونسية. الإجراءات الأمنية اللي اخذتها السلطات التونسية على الشريط الساحلي أشبه بعملية إغلاق تام تقريبا للشريط الساحلي، إضافة إلى العوامل المناخية، رغم للأسف ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين اللي تجاوز 104 وهو رقم مرعب بالنسبة لنا. ختاما، قررت محكمة التعقيب بتونس أمس نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق الصحفي خليفة الجاسمي وإحالة ملف القضية على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة أخرى، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع أيوب الغدامسي. في نفس السياق، نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أكد في تصريح للزميلة زينب البصي أن الخشية اليوم هو من استسهال سجن الصحفيين على خلفية أدائهم لعملهم، وشدد على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للمهنة وعدم تسليط عقوبات من خلال الاستناد لقوانين أخرى على العاملين في قطاع الإعلام. ثم إشكال استسهال إحالة الصحفيين، استسهال إيقافهم على خلفية أعمالهم وآرائهم، هذا هو القلق اليوم تقريبا. لم نطالب بحصانة بقدر ما طلبنا بتطبيق القانون، والقانون هنا واضح وصريح وهو المرسوم 115 الذي فيه عقوبات في حالات معينة، وبالتالي لماذا هذا الاجتهاد الخاطئ والمخطئ بتطبيق نصوص قانونية زجرية قد تعيد بالبلاد هذه إلى ما وراء المربع الأول؟ ثم عدة إحالات، ثم تقريبا 7 إحالات بموجب مرسوم 54، إحالات بموجب مجلة الاتصالات في عهد الثورة في عيد لار 13 للثورة، ونطبق قوانين بن علي وصند القضاء التونسي. هناك تقريبا معركة مستمرة يعني تقريبا منذ سنوات 2011 ونحن نطالب بتطبيق المرسوم 115. بقى تسارعت وتيرة الإحالات هذه الفترة، لا ندري لماذا ولا نفهم لماذا. كل ما نفهمه أننا نحن نرفض هذه الإحالات، وسنظل نناضل في إطار القانون، سنناضل ونتضامن فيما بعنا، ولم يمنعنا شيء دفاع على 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 الصحفيين ولا الدفاع على المهنة أساسا. كانت هذه أهم وآخر التصريحات والأخبار على المستوى الوطني في 24 ساعة اللي فاتوا في فقرة راوند أب. احنا مواصلين في برنامج إكسبريسو موعد هيدلاينز.